السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الاسم ديالي أمين، أمين عامغير. عندي إعاقة حركية، متزوج وعندي جوليدات. هذا الحرف اختاريته أنا وقريت عليها، وعندي نيفو ديال عندي نيفو باك، ودرت سونتر ديال لافورماتيك وقريت، وصلت الحمد لله. وكي ما لقيتش الإمكانيات وما لقيتش اللي يساعدني باش نوصل هذاك الشيء اللي بغيت، دابا راه كندير غير فراشة في أسواق وداك الشيء، كنفرش في احياء شعبيه في الجوطيه، ودابا قوه مساعده كلهم في ما كنفرش في بلاصه كيجريو علينا. ما بقاش دابا انا اصلا دابا انا مريح في الدار مع قاعده العمل والشدابه والبرد، ما كنقدرش نخرج من الدار. والدار ديال ساكن فيها ديال واحد السيده توفات، والاخو ديال اخت ديالها كاريالية ب 34 الف ريال، وقالت لي انا باغي نبيعوها، خصك تخرج لينا من الدار. وانا ما عنديش في غادي نمشي دابا، نخرج غنتشرد انا والوليدات ديالي. الا خرجت الزنقه ما غنتشرد، وانا عندي اعاقه والزوجه ديالي حتى مسكينه معاقه. دابا راه مسكينه راه عاد الاهل ديالها مريضه، ما قدراش تنوض، بغات ندير معها شي هاد روبورتاج، وكما قدراش تجي مسكينه. الحاله ديالها مستقره دابا، عندنا 4 سنوات ديال الزواج، والزوجة ديالي عندي تقريبا كنعرفها مدة ديال 13 عام، قرات معايا في السونتر ديال المعاقين اللي في حي محمدي في 2002، تقريبا كثر من 13 عام. وكنت كنعرفها وداك الشيء، والقدر لاقاني بيني وبينها، الحمد لله تزوجنا وعندنا وليدات الحمد لله. واشي كنتمنى دابا ندير لهم المستقبل ديالهم، انا ما بقيتش باغي والو، انا باغي ندير المستقبل ديال وليداتي، على الاقل بغيت لهم السكنه ديالهم فين يستقروا على الشتا والبرد. حيت دابا مولا الدار باغا داره، قالت لي خرج ليا من الدار باغي نبيعوها، ما قدرتش. كيفاش غادي ندير دابا؟ غنخرج ليا غنمشي للزنقه؟ قلت لها صبري معايا شويه بما لقيت الكره. دابا انا راه كنخلص دار 34 الف ريال، وكتجيني الموضوع 3000 ريال، هي 37 الف ريال، وعاد زيد الدري كنت ناخد لي ليكوش والحليب وداك الشيء، وحي عيش واحد الحاله الحمد لله وصافي. وحق الله ما قدرتش نوال، انا تقريبا شي 8 سنوات وانا كنبيع ونشري. وهاد الايام الاخيره السلطه دابا كتجري على البائع متجول، يعني فين ما كنمشي كنفرش كيجمعونا فراش يلوحوا علينا برا، ما عنديش شي مدخول قار باش غادي نعيش ولا شي حاجه. كتجي عندي مره مسكينه كتعاونني، كتفرش معايا، كتساعدني. كنمشي كنقول لها انا خليك في الدار، قابلي ليا ولدي بلا ما تسخسخي معايا، انا خليني نخرج نتكرفص. وما كرضاش نمشي نستوب ولا نمشي نسعى ونقول الناس عطيني، ما كرضاش، وعندي اعاقه يعني غنمشي نسعى كلشي الناس تعطيني، ولكن انا ما كرضاش. انا بغيت هادشي محسن يتكلف والله يرحم لي الوالدين، يجي يشوف الحاله ديالي انا والزوجه ديالي. خلينا مستمر، حيت انا عارف راسي الا خديت شي وحده صحيحه ما غتحسش بيا بحال الزوجه ديالي، غتحس بيا، حيت المعاق يحس بيا غير المعاق. اما الا خديت شي وحده صحيحه غادي تكرفصني وتعدى عليا، قلال بنت الناس اللي غتلقاها غادي تهز باك. والحمد لله السيده اللي واخده انا موفره ليا كلشي الحمد لله، كطيب ليا، كتشقى، ما كتخسرش ليا، كدير لي اي حاجه بغيت، وماليه ليا في وليداتي الحمد لله. الحمد لله على كل حال. صراحه يعني اصعب الظروف اخويا هي من خرج من الدار ديالنا وما لقيتش السكن، وتكرفص ولقيت نساء عاونوني وخليت عندهم الزوجه ديالي الوليدات، ومشيت ريحت ما لقيتش، كنقلب على الكره وما لقيتش الكره، ومشيت كريت في واحد البلاصه بعيده وتسلفت مع الناس عاونوني، تسلفت واحد 40 الف ريال باش دفعت الصبيغ، وجبعوا لي الناس الفراش وداك الشيء باش فرشت شويه، ومشيت والسكنه تماك لقيت واحد البلاصه بعيده ما فيها لا سبيطارات لا شي حاجه، وما قدرتش نعيش فيها. ومرتي ريحات معايا شويه وما قدراش تصبر، صافي وخليت هذاك الشيء وكا، وجبتها للدار ديالهم وخرج. عاوتاني كنقلب على الكره، هي فين لقيت دابا هاد الكره هنايا؟ وفاجاتني مولا الدار دابا قالت لي خرج ليا من الدار ديالي، وانا ما عرفتش غادي ندير دابا، حرج ما عرفتش غادي ندير، اقسم بالله ما عرفتش غادي ندير. كنت شحال مو كانت اخويا الصوره ديالي، انا جاني الشارع عندي 5 سنين
تشللت شتاتني السخانه لا ميلانجيت، شتاتني السخانه والام ديالي مسكينه تعبات معايا هي والاب ديالي وتكرفصوا معايا الله يسمح لينا من الوالدين. عاد اخوات الصويره ديالي انا عندي خمسه، كانت عندي هنايا 3 سنين وانا تشللت على 5 سنين باش شتني الشلال. صافي شتني الشلال شتاتني لا ميلانجيت، الظهر ديالي عواج ليا كامل. منكم الوالدين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشان فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.